كي اللاعب الكبير لا يحتاج الى وقت. بلاغريتا اي اي اي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والنهارده عامل لكم فيديو صراحه يعجبكم كتير جدا. انا جايب لكم اكتر الفيديوهات اللي هي اللي رياض محرز بيستلم فيها الكوره وبيعمل كنترول عالي. يعني كلنا عارفين طبعا وملاحظين ان رياض محرز من اكتر الناس الموجوده في العالم بيقدر يسيطر على الكوره وبيعمل كنترول. دايما بيفكرنا بزين الدين زيدان كان من احسن اللعيبه اللي بتقدر تسيطر على الكوره وتعمل كنترول. ورياض محرز من افضل لعيبه في العالم اللي بيقدروا يسيطروا على الكوره ويعملوا كنترول عالي. ودلوقتي انا جايب لكم مجموعه من الفيديوهات هيبين لكم ازاي رياض محرز بيقدر يسيطر على الكوره ويتقنها بشكل يعني فوق الخيال. تعالوا مع بعض كده نشوف الفيديوهات. بس صلوا على النبي الاول. يلا بينا. صراحة رياض محرز عالمي، يعني بيعرف يستلم الكرة ازاي ويعرف يسيطر عليها ازاي وامتى يعني بيستلمها كده ويستلمها كده. يعني صراحة حاجة عالمية صراحة. استمتعوا. قولوا ما شاء الله. طيب عشان يعني ايه برضو العين وحشة. قولوا ما شاء الله. دلوقتي الفيديو بتاعنا خلص وشكرا لكم. وياريت تشتركوا بالقناة. كل محبين منتخب الجزائر ورياض محرز اشتركوا بالقناة عشان يتابعوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.